نروح بقى مع حضراتكم لبوابة الدستور بنقرأ منها بالأرقام، كيف صعدت مصر للعالمية في مجال الطاقة والكهرباء خلال 7 سنوات؟ نجحت الدولة من عام 2014 في تخطي أزمة الكهرباء اللي عانت منها منذ سنوات، وتفاقمت على مستويات كبيرة مع نهاية 2013. قامت الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القطاع بمفهوم القفزات التنموية. كان خلال الفترة من 2014 ل 2018 بتكلفة 515 مليار جنيه. خلال 7 سنوات انتقلت مصر من دولة تعاني من النقص في إنتاج الكهرباء لدولة مكتفية ذاتيا، وبدأت في توقيع عقود مشتركة للربط والتصدير من الخارج، بدأتها مع العراق والسودان ضمن خطة كبرى تحولها لمركز إقليمي للطاقة. ده كلام جميل طبعا يا أدا، عشان كده احنا يعني الكلمة اللي قلتيها اللي هي كانت دولة تعاني من نقص الكهرباء الى دوله مصدره للكهرباء، هنتكلم فيها مع الدكتور سامح العسوي استشاري الطاقه الجديده والمتجدده عبر الهاتف. بعد صباح الخير يا دكتور. عايز نتكلم على ازاي مصر كانت دوله تعاني من نقص في الكهرباء، انقطاع الكهرباء على مدار ساعات طويله في بعض الاماكن، الى دوله مصدره للكهرباء، ترى ما الذي حدث؟ صباح الخير يا فندم. هو بالنسبه للخطه اللي حطها سياده الرئيس، حط خطه عاجله وخطه مستقبليه. الخطة دي تضمت الحاجات كلها، اللي هي لازم يكون عندنا محطات كفاءة عالية، لازم يكون عندنا الوقود المتوفر لهذا الكلام، ولازم تكون عندنا الشبكات اللي تقدر تشيل الطاقة اللي احنا هنعملها وتوزعها لكل الأماكن اللي داخل الجمهورية وخارج الجمهورية. عشان كده تم اتفاق مع شركة سيمنز، عملنا 3 محطات، ال3 محطات اللي موجودين في بني سويف والعاصمة الإدارية والبرولوس، كل واحدة فيهم بتديني 4800 ميجا بإجمالي 14400 ميجا. وبعد كده عندي تم إنجاز تطوير 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية فيها 113 وحدة توليد. ال 26 دول بيدوني حوالي 25000 ميجا، يعني 25 جيجا، منهم 3 محطات بخارية في جنوب حلوان والعين السخنة والسويس، في محطة بيدوني 4 جيجا تقريبا، في محطتين دورة مركبة شمال الجيزة وبنها بيدوني حوالي 3 جيجا، في 5 محطات تحويل محطات غازية بقدرة إجمالية تديني 4361 ميجا وات، وفي محطتين غرب أسيوط وغرب دمياط ب 750. ده بخلاف إن إحنا حطينا عندنا محطة الضبع النووية، المحطة فيها 4 مفاعلات نووية، المفاعل الواحد بيديني 1200 ميجا وات، يعني الاجمالي بتاعهم 4800. يبقى احنا كده نوعنا من الطاقه العاديه، معانا طاقه نوويه، وعندنا طاقه متجدده. عندنا محطه بنبان، ودي اكبر محطه في الشرق الاوسط، بتديني حوالي 1650 ميجا وات. عندي كمان محطات طاقه الرياح اللي في بتديني 620 ميجا وات. عندي حاجه جديده ما حدش عملها في الشرق الاوسط، احنا طبعا محطه طاقه الرياح اللي في خليج الزيت دي برضو احدث محطات موجوده في خليج الزيت طاقه رياح. عندنا محطه جبل عتاقة، ودي برضو الوحيده في الشرق الاوسط. محطه جبل عتاقة دي عباره عن سد صناعي احنا عاملينه، بنرفع الميه فوق جبل عتاقة اللي هو ارتفاعه 800 متر، وبننزل الميه في مجرى معين وباخد منها 2400 ميجا وات. المياه دي بتترفع لحد سطح الجبل باستخدام الطاقه الشمسيه، وبنستخدم المياه اللي هي اللي احنا بنعمل لها تحليه. كمان بندخل بقى، احنا اتكلمنا كده على المحطات، يبقى بتكلم على دعم الشبكات. طب الشبكات اللي انا بتكلم عليها، شلنا كل الشبكات الهوائيه اللي هي كانت بتطلع فوق الكتل السكنيه، ودي خدت مسافه حوالي اللي هي المسافه اللي شلناها حوالي 1300 كيلو متر. دعمنا كل شبكات النقل والتوزيع بخطوط ومحولات. اللي حضرتك بتأكد عليه ده يا دكتور بيقول انه مش بس كمان يعني هذه الطفرة الكبيرة نتيجة التكلفة ونتيجة يعني الشركات المتخصصة، لكنه تنوع كمان اماكن الخاصة بمحطات الكهرباء والطرق الحصول على الكهرباء، ده مكننا اكتر ان احنا كمان مش بس عندنا اكتفاء ذاتي، لا احنا كمان عندنا تصدير. احنا عندنا تصديق لحضرتك في الشبكات، ما احنا عاملين شبكات ورفعنا كل محطات الشبكات لجهد 500 كيلو فولت، وديت حاجه يعني مش سهله واتعملت في زمن قليل وعدد محطات كبير جدا. ده كمان حضرتك ان احنا عندنا 5 اتجاهات للتصدير العالمي،
عندنا اتجاه خط ليبيا واحنا ربطنا مع ليبيا. ليبيا دي ممكن توصل ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، يعني احنا لينا الامكانيه ان احنا نصدر لحد المغرب. عندنا ربطنا مع السودان ورفعنا خط الربط بتاعها لحد 250 ميجا. وده بقى الربط ده كله مع العراق والسودان وليبيا اللي بدأناه طبعا زي ما قلنا يا دكتور، ده بيجعلنا مركز اقليمي للطاقه. هو عشان تبقى مركز اقليمي للطاقه لازم تكون متنوعه في كل انواع الطاقه، فاحنا عندنا ده بالنسبه للكهرباء. اما بالنسبه للغاز والبترول احنا عندنا او انتاج يومي 7.8 مليار ادم مكعب. الغاز اللي عندنا غاز بنستخدم منه اساله، واحنا الحمد لله دلوقتي عندنا محطه دمياط بعد الاتفاقيه اللي تمت في مارس ان احنا عندنا انتاج، بنعمل تسييل ونصدر، يعني بنكفي المحلي تماما وعندنا امكانيه للتصدير وتصدير بكميات كبيره. ادي حاجه. الحاجه الثانيه الصناعات القائمه على الغاز، احنا دلوقتي ما بنشتريش غاز، احنا عندنا غاز. فبالتالي الصناعات اللي هي زي البتروكيماويات الحمد لله عندنا مصانع بتروكيماويات كبيره جدا، ده بخلاف اللي هو تحت التصنيع. عندنا مشروع مجمع تكرير بتروكيماويات ثاني في منطقه السويس. عندنا الوحدات السكنيه اللي استفادت من الغاز، وصول الغاز اكثر من 11 مليون و7، يعني حوالي 12 مليون وحده سكنيه. وبص القرى اللي بتستفيد من الغاز، احنا عندنا 59 قريه. يعني الاغراض الصناعيه واللي بتدعم الاستثمار بصوره كبيره جدا، ودي الحقيقه كانت نقطه من النقاط المهمه جدا اللي كنا محتاجين طبعا ناكد عليها في جذب الاستثمارات. بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا دكتور سامح العسوي استشاري الطاقه الجديده والمتجدده، كنت معنا عبر الهاتف.